يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا اهتم العلماء بالحموية والواسطية والتدمرية أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنها قريبة التناول ومختصرة، هي أقرب. هل باستطاعتكم أنكم تقرؤون كتاب العقل والنقل؟ هو باستطاعتكم هذا، أو نقض التأسيس ما هو باستطاعتكم هذا، أو نقض المميق هو باستطاعتكم هذا، لكن هذه رسائل قريبة ومختصرة. نعم.